بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى وبه نستعين وعليه نتوكل وإليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم هو الأمن والأمان والسلم والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وفي السورة المعروفة سورة قريش يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يمن الله سبحانه وتعالى على قريش أنه سبحانه جل جلاله أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الأمن والأمان من نعم الله العظيمة بعد الإسلام. حقيقة أن الأرض أو الشخص، يعني الفرد أو الشعب أو الأمة أو البلاد التي أنعم الله عليها بهذه النعمة، نعمة الأمن، فعلى المنعم عليه أن يحمد الله سبحانه عز وجل وأن يضع تلك النعم في مواضعها. ونعمة الأمن، الله سبحانه وتعالى يذكر لنا هذه القرية التي كانت مطمئنة يأتها رزقها رغدا من كل مكان. الله سبحانه وتعالى أنعم عليها أنها كانت في أمان وضمن لها رزقها، لكن بكفرهم لأنعم الله أذاقهم الله لباس الخوف، لم يعد هناك أمان، والجوع لم يعد هناك قوت للبشر وما يفتاتون به وما يسدون به رمقا. إذن البشر بصفة عامة، أو عفوا، الأمان والأمن والسلم والسلام آتية من ناحية أن الناس، أي الشعوب أو الأمة أو الأفراد، يرتاحون إلى ما يطبق عليهم من نظام، ويعتقدون أو يظنون أن نظامهم هذا أو هذا النظام المطبق عليهم يعالج مشاكلهم معالجة صحيحة، فيطمئنون إليه ويرتاحون إليه، فطبيعيا إذا كان هذا الظن وهذا الاعتقاد يرى في واقع الحياة ويعيشه الشعب أو الشعوب أو الأمة، هم يظنون أن معالجاتهم صحيحة، لكن ذلك الظن يعيشونه في معترك حياتهم ويطبق عليهم وينفذ عليهم أن النظام يعطي لكل ذي حق حقه،
في هذه الحالة يطمئن الشعب أو تطمئن الأمة، ويحدث الأمن والأمان والسلم والسلام. فكلما اطمأنت الشعوب والأمم إلى تلك الأنظمة والدساتير وارتاحت إليها وإلى معالجتها، كلما حدث أو ساد الأمن والأمان والسلم والسلام. فالنظام إذا أعطى الحقوق لأهلها وأخذ الحقوق من المعتدين، إذن فهو منصف، فالأمر الطبيعي العادي أن الشعب يطمئن ويرتاح، لأن معالجات مشاكله كانت معالجة صحيحة، ويعيش الإطمئنان ويعيش الراحة التامة وسط ذلك النظام، فهو في اطمئنان على حياته، في أمان على أولاده وعلى رزقه وعلى عائلته وعلى كل ما يحتاجه في سير عيشه في الحياة الدنيا. لكن إذا كان العكس ووقع خلاف هذا، وقع خلاف هذا بالطبع، والأمر العادي لا يكون الإطمئنان ولا يكون الأمان، بل يحدث الخلاف، خلاف يكون الخوف وعدم الأمان، أن الإنسان لا يأمن عن حياته ولا يأمن عن مستقبله، فتضطرب الأمور وتتناقض الأعمال عند الناس وتضطرب، فتحدث الفوضى ويحدث أو يأتي ما يسمى بالثورات وبالوقائع والأحداث التي لا يحمد عقباها. ولهذا نجد عند السياسيين وأهل التشريع كلما أرادوا أن يسنوا قانونا أو يخططوا دستورا أظهروا في محاسن ذلك القانون أو ذلك الدستور، يظهرون محاسنه، محاسن الدستور، ويبينون ما فيه من خير للأمم والشعوب إن كان فيه خير، وإن لم يكن فيه خير ابتكروا أشياء وغيروا الحقائق وأبدلوها، فأظهروا الفساد صلاحا وأظهروا الظلام نورا وسنوا تلك القوانين التي في حقيقتها جورا وظلما، لكن زين للناس تلك القوانين فتتقبلها الأمم والشعوب، لكن لمدة معينة، لأن حين التطبيق يظهر الفساد ويظهر عوار تلك القوانين، فيثور الشعب أو تثور الأمة وترفض ذلك القانون وتلك المعالجة. ولهذا نجد الأنظمة بعض الأحيان تطبق بقوة القانون والجند والعساكر وبإرغام الناس وإخضاعها بالجبروت، لأن
ظهر فساد ذلك النظام وظهر عوره، فترفض الأمة أو يرفض الشعب ذلك الفساد ويثور ولا يقبله. ولهذا جعل بين قوسين في النظام الرأسمالي جعلوا المظاهرات للتنفيس على الناس كي لا تحدث الفوضى ولا يستطيعون معالجة المشكلة، فجعلوا هذا التنفيس في تلك المظاهرات ليتنفس الناس بعد الصياح وبعد السيء المسيرات، ولكن لا تغيير ولا تبديل إلا القليل القليل جدا جدا. ويقول أن الأنظمة أو الدساتير التي شرعت من طرف إنسان أو أناس ومن طرف عقول بشرية، هذه الأنظمة تشرع وتقنن بناء على مصالح ومنافع، بناء على مصالح ومنافع، أي بناء على مصلحة يحكم العقل البشري على أنها مصلحة ومنفعة، فهي منافع ومصالح نسبيا، أي بالنسبة لشخص معين أو لأشخاص معينين في زمان معين وفي مكان معين، فيقننون ما يقننون ويشرعون ما يشرعون من دساتير وقوانين لرعاية مصالح معينة في زمان معين في مكان معين لأناس معينين. فالبشرية موجودة في تلك الدساتير والقوانين، والعقل البشري بطبيعته يتأثر، العقل البشري من طبيعته أنه يتأثر بالبيئة وبالحالات النفسية وبما يحيط به ومن مشاكل الشخص المشرع بحد ذاته، فعقله يتأثر بالعيش الذي يعيشه المشرع، فتكون القوانين أو الدساتير التي سنت في مكان معين لأشخاص معينين لأسباب معينة تكون مصالح في مكان وغير مصالح في مكان آخر، بينه مضار، أو في نفس المكان تكون مصالح في يوم ما ومضار وضرر في يوم آخر. ولهذا نجد في العالم الغربي تغييرات وتبديلات وتحسينات، فما رأوه حسنا ومصالح من قبله أصبح ضررا وخطرا اليوم، وأصبح ما كان ضررا وخطرا من قبله أصبح منافع ومصالح اليوم، فما كان حراما بين قوسين فيما مضى أصبح مباحا فيما بعد، وما كان مباحا فيما مضى أصبح حراما فيما بعد، أي ما أجازوه من قبل أصبح ممنوعا من بعد، وما منعوه من قبل أصبح مسموحا من بعد، والذي عوقب من قبل من طرف ما كان ممنوعا من قبل قد ظلم بالنسبة للقانون. لماذا؟ لأن عوقب عن مشكلة أو عن جريمة لم يقم بها، لأن تلك الجريمة أصبحت من بعده حسنة وصالحة. وأنا لا أريد أن أذكر تفاصيل القوانين بل أضعفها وأقلها، أن المخدرات كانت ممنوعة في المجتمعات الغربية في بعض في كل المجتمع، لكن في بعضها الآن أصبحت مباحة، أن الإنسان يوم من الممكن أن يدخل إلى مقهى معين ويأخذ ما طاب له من مخدرات سواء للاستهلاك المحلي في مكانه أو لأخذه إلى بيته، يأخذ ما طاب له بقدر معين
في حين أن من قبل كان كل إنسان ولو كمية قليلة من المخدرات يعاقب ويسجن. الذي سجن من قبل على كمية قليلة من المخدرات يستهلكها هو أصبح اليوم نفس الشخص مسموح له أن يأخذ ما قبله من المخدرات للاستهلاك الشخصي. إذن فعقاب الأفراد من قبل كان ظلما وعدوانا، وإباحتها أو إباحتها اليوم هو ظلما وعدوانا. إما الإباحة القبلية كانت ظلما، أو المنع القبلي كان ظلما، والإباحة اليوم عدلا، أو الإباحة اليوم ظلما والمنع كان حقا. يعني لأن كان مباحا وأصبح، أو كان ممنوعا وأصبح مباحا، فأحدهما مظلوم. أنا أقول بأن الظلم موجود في كلا الحالتين، في أحدهما بالنسبة لهذا التشريع. وقس على ذلك التشريعات الأخرى التي شرعتها تلك العقول البشرية. ولهذا المصالح تختلف بل تتناقض. المصالح تختلف، فما كان مصلحة عند شخص هو مضرة عند شخص آخر، ومن كان مضرة عند مجتمع هو مصلحة عند شخص آخر. هذا طبيعة المصالح النسبية. لكن هناك المصالح المطلقة التي شرعها الله سبحانه عز وجل، مصالح جاءت من عند الله تبارك وتعالى، خالق الإنسان وخالق الكون والحياة. فهو خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وجعل للإنسان معالجة تليق به بالإنسان كإنسان، فكانت معالجة ربانية للإنسان تصلح لبني البشر، لا فرق لهذا عن ذاك، ولا فرق لذاك عن هذا، لا فرق لمجتمع عن مجتمع، ولا عن بفرد عن فرد، بل معالجات للإنسانية تصلح لكل زمان ومكان وفي كل آن ولحظة، إلا ما علل وكانت له علل فهذا بحث تفصيلي عند المجتهدين. قلت فيما قلت بأن الإطمئنان والرضا بالأنظمة أو بالدساتير المطبقة على البشر والقبول بها على أساس أنها تعالج مشاكلهم معالجة صحيحة، وعيش الناس تحت تلك المعالجة ورؤيتها في معترك الحياة هي التي تضمن الأمن والأمان والسلم والسلام البشرية. هذا الأمن والأمان والسلم والسلام هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل، قال عنه: إن الله سيظهر هذا الدين حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن الراكب سيسير من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. فهذا هو الأمان الحقيقي والسلم والسلام الحقيقيين المتواجدين في معترك الحياة. سلم وأمان، أن الإنسان لا يخشى شيئا إلا الوحوش المفترسة لأنها لا تحاسب
ولا تؤاخذ في الدنيا. هذا الواقع الذي كره النبي صلى الله عليه وسلم يوجد بحسن تطبيق النظام الإلهي الرباني، بحسن تطبيق النظام الإلهي والدستور الرباني والقوانين الشرعية، يعيش الإنسان كإنسان بأمن وأمان وسلم وسلام. لا يمكن وجود الأمن والأمان إلا بوجود قاعدة أصلية يرجع إليها في الحكم على الأشياء والأفعال، بأن هذه توجد السلام وهذه توجد الأمن. فإذا اختلفت النظرة إلى الأمن والأمان واختلفت القواعد والأصول التي يرجع إليها الإنسان للحكم على الأمن والأمان ما هو، فالذي يرى أن الأمن والأمان في كثرة السلاح وكثرة الأموال، وأن السلام في تقتيل شعب وإهدار دماء الآخرين، هذا هو الأمان بالنسبة لي وهذا هو السلم. أن أخضع شعوبا ودولا بقوة الحديد والكان والنار، هذا قوة النار أو قوة الجند والسلاح، وإجبار الناس على قبول ما يرفضونه لا يؤدي إلا إلى الفتن وكثرة المعارك والحروب والثورات، وهذا ما نعيشه في حياتنا اليوم. على الإنسان إذا أراد أن يعيش بسلام وأمن وأمان أن يقنع البشر الناس الذي سيطبق عليهم النظام أن هذا نظام حقا يرعى شؤونهم رعاية صحيحة، ثم يرى ويرعى ويطبق تلك القوانين تطبيقا كاملا وشاملا قدر الاستطاعة، ثم بعدها يعيش الناس تلك الرعاية الصحيحة فيطمئنون إلى ما يطبق عليهم وترتاح البشرية وتطمئن البشرية وتسير في هناء وفي اطمئنان وفي راحة بال. وإن وجد، لأن البشر كائن اجتماعي فيه قابلية التمرد وفيه قابلية العصيان وفيه قابلية المخالفة، ولهذا وجدت العقوبات عند البشرية ووجدت العقوبات في نظام الإسلام كما وجدت في الأنظمة الوضعية لهذا السبب، لأن الإنسان كائن اجتماعي فيه قابلية المخالفة، فوضع النظام للردع، لردع أولئك المخالفون لتلك القوانين والدساتير. ومن أعظم ما حدث في تاريخ الإسلام الذي يبين لنا حقيقة رعاية الشؤون التي يطمئن لها الإنسان، أنا أقول الإنسان لا أقول المؤمنون ولا أو المسلمون، بل أقول الإنسان، من أروع صور التاريخ التي تبين لنا عظمة هذا الدين وأن الإنسان يعمل بكل جهده وبكل ما لديه من قوة لجعل الناس تطمئن لهذا النظام، هو قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه عندما بويع للخلافة، قال رضي الله عنه، قال قولته الشهيرة، حديث طويل لكن أبدأ بما يهم ومحل الاستدلال،
يقول: القوي أو الضعيف عندي، الضعيف عندي قوي، الضعيف في الأمة في الشعب عندي قوي لآخذ له حقه. فالضعيف قوي عند الدولة لأخذ الحق من الطغاة والجبابرة. قال: الضعيف عندي قوي لآخذ له حقه، والقوي عندي ضعيف لآخذ منه الحق. وهذه هي حقيقة رعاية الشؤون، وهذه الحقوق ما لك وما عليك، بها يعيش الإنسان، وعلى أساسها يحدث أو تحت يحدث الأمان ويحدث الإطمئنان. إذا أخذت الحقوق من الظالمين وأعطيت إلى المظلومين ارتاح الناس، لأن الظالم وإن كان ظالما لو ردعته لرجع، لأن الظلم ذلك الظلم ليس طبيعي في بني الإنسان، فأصل الإنسان أنه يرفض الظلم، لكن إذا استحوذ عليه الشيطان في ساعة ما وفي زمن ما وفي مكان ما ووجد الرادع في تلك اللحظة، فبعد حين سيندم على ما فعل وسيرجع على ظلمه، ولا أظن أنه سيكرر ظلمه للناس إذا ردع في أول ظلم حدث منه. وكذلك المظلوم إذا أخذ له حقه وحصل على حقه وأدرك أن حقه مضمون، يعلم علم اليقين أنه سوف لا يظلم، لأن كما يحب أن يأخذ حقه من الظالم لا يريد أن يأخذ حق الناس، بل يعلم علم اليقين أنه إذا أخذ حق الناس الدولة ستردعه أو ستردعه ليرجعه إلى 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 حق إلى أهله. فهذا هو هذه هي حقيقة السلم وحقيقة السلام وحقيقة الأمن وحقيقة الأمان، فهي نتيجة الأمن والأمان والسلم والسلام نتيجة طبيعية. هذا مختصر الموضوع، أن الأمن والأمان والسلم والسلام هي نتيجة طبيعية يعيشها الإنسان كلما اطمأن إلى نظام وإلى دستور وإلى قانون يرعى شؤونه، يعطيه حقه ويمنع الظالمين ويعين المظلومين ويساعد على ويقوم بأقصى الجهد لرعاية شؤون الناس رعاية صحيحة وحقيقية يعيشها الإنسان في أيامه وفي حياته اليومية. في هذه الحالة أعاهدكم أن الأمن والأمان سيكون، لأن المصلحة ستكون المصلحة ربانية وليس مصلحة أفراد ولا مصلحة أشخاص. فمن اعتقد عند تطبيق النظام، نظام الإسلام عند تطبيقه، فمن اعتقد فيه أنه من عند الله فهو يعيش عيشة سعيدة في الدنيا وفي الآخرة، ومن لم يعتقد به رفضه كعقيدة، لكن سيعيش عيشة سعيدة في الدنيا وما له في الآخرة من خلق، لكن سيربح الحياة الطبيعية أو الحياة الهنيئة والسلم والسلام في حياته الدنيا، فهو يطمئن ويرتاح ويأمن عن رزقه وعن ماله
وعن صحته وعن كل ما يحتاجه في الحياة الدنيا. هذا مختصر ما أريد أن أقوله وأن أنبه إليه إلى الذين يسعون إلى وجود الأمن والأمان. لا يمكن وجود الأمن والأمان ما دامت الدساتير والقوانين والتشريعات مبنية عن مصالح لمجموعة معينة أو شركات معينة أو شعوب معينة أو جماعات معينة أو أفراد معينين، بل المصالح الربانية والحقوق التي ضمنها الله تبارك وتعالى لبني البشر هي التي تعالج مشكلة الأمن والأمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.